أهلا ومرحبا معكم سارة المساوي. كانت من لكم عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة بالهنا بالتيسير بالنجاح بالخير باش ما كتمنوا إن شاء الله. الله يدوم الأفراح والمسرات. كنتمنوا على أن الله يتقبل منا جميعا الطاعات والقيام والصيام. عيدكم مبارك سعيد. شهر رمضان وجه العيد، عيدكم مبارك سعيد. نتمنى ان شاء الله يدخل لكم الصحه والهنا، ونتمنى انه يكون سيدنا رمضان نزل لكم يعني، وتكونوا ربي يغفر لكم الذنوب. يعني هو شهر المغفره والرحمه والعتق من النار. نتمنى اننا نكونوا من العتقاء من النار، ونكونوا اننا استفدنا من الاخطاء ديالنا. نتمنى انه ان شاء الله رمضان رغم انه سالى، ولكن الايام ديالنا تبقى رمضان في الذهن ديالنا، يبقى رمضان في القلوب ديالنا. المعامله اللي كنا كنتعاملوا في رمضان نتعاملوها مع الإخوان ديالنا والأصدقاء ديالنا والعائلة ديالنا والحباب ديالنا حتى من رمضان. نتمنى أنه معاملة ما تبدلش، ونتمنى أنه ما احنا ما كرهناش رمضان صراحة، ما كنسخوش به. كيجي دائما رمضان بحلاوته، كيكون عنده واحد أنا بعد شخصيا عندي قصة يعني خاصة مع رمضان. ما كنسخاش به، والله ما كنسخ برمضان، ما كرهش الأيام ديالنا كلها تكون رمضان. على أيا عيدكم مبارك سعيد. العز والنصر للإخوان ديالنا في فلسطين. يعني صراحة صعيبة أنه نعيدوا والإخوان ديالنا كيموتوا ليل نهار، كيموتوا بالجوع، كيموتوا بشتى الطرق، يعني من الطائرات من الأرض لشدة الأسف. يعني صعيب أنه يجوز لنا العيد في حال كل عيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن عيدكم مبارك سعيد. شكرا لكم. معكم معاد الذهبي، رئيس القسم التقني بإذاعة كاب راديو، إذاعة ديالكم طبعا، الإذاعة ديال القرب، الإذاعة ديال يعني لكل مواطن، قريبة لكل مواطن. ونتمنوا دائما نكونوا عند حسن التطلع ديالكم، وشكرا لكم على حسن التتبع والاستماع، ونكون إن شاء الله معكم دائما قرابين لكم. معكم سلوى بن عمار باسمي واسم طاقم كاب راديو. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد يدخل عليكم الصحة والسلامة والرخاء والأمان والسلامة. السلام عليكم، معكم عبد الله الريسوني. بمناسبة عيد الفطر المجيد كنتمنى لكم إن شاء الله هذه المناسبة تدخل لكم الصحة والعافية وطول العمر وكل ما كتمنوه إن شاء الله يا رب. زول خيم صحة الإذاعة عن كاب راديو ماني مجا منقراكم عيد مبارك سعيد. هذه أفخاكم الصحة درهنا ذي النجاح ذي التيسير ذي الخير ذمارة من تمنى إن شاء الله. السلام عليكم، معكم بالعيد سهوان. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بألف ألف خير إن شاء الله، وتعيدوا وتعودوا باش ما كتمنوا إن شاء الله، ودمتم أوفياء دائما لإذاعتكم إذاعة كاب راديو. السلام عليكم، معكم عبد الخالق كنينة. مناسبة عيد الفطر كنتمنى لكم أنه هذا العيد يدوز عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر لكم ولوالديكم وجميع المسلمين. السلام عليكم، معكم يوسف شنواني. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد يدخل عليكم الصحة والهنا وطول العمر إن شاء الله باش ما تمنيتوا أنتم وأحبابكم. وإذاعة كاب راديو كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد. معكم أسامة العماري باسمي وباسم العائلة ديال كاب راديو. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد بالصحة والهنا والسلامة والعافية وطول العمر وبجميع المتمنيات إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير. معكم إسماعيل عبد القادر العفاقي، خطيب جمعة بمساجد طنجة، أستاذ باحث في الدراسات الشرعية والقانونية. طبعا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد كنتقدم لكم بأبرك وأجل التهاني لكم، باش نقول لكم بصريح العبارة عيدكم مبروك وتعيدوا بالصحة والهنا، وباش ما تمنيتوا بالصحة والسلامة والعافية ومغفرة الذنوب.